الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته والداعين بدعوته إلى يوم الدين. بنيد رزد الصلاة بخداي مازن سره وبنبدا محمد هم تو خير خوشي بن برنامه ما اي في جاري برنامه كي گلا گلا كي گرنگا خلاك كو گلا گلا كو گرنگا او جي دنيا و اخرت ما و گريدايا و بيا هر تا كه كسي كي و گريدايا قرآن پیروز دستپی که خواه بحثی بی بابتی و هکری او جی رنگیت مرو و آن اصناف الانسان که خواه چند صنفت انسان ها هنه و هر ایکی صفت توی چنه و دو ماهین کاوی دی چلی هید ما گوت اف بابتا بابتا گره گله گله که گرنگه چونکنی اف بابتا ترازی ها ما یا افرو که ام دی خواه پی کشین و پی پیوین و تا آخرت دا دی برخار وی هلینین. قرآن پیروز پشتی صورت فاتحه و دست پیکا صورت بقره همه و وی بابتی دست پیکری که اوجی بحثی صنفت انسانات که تو قرآن پیروز اف انسانت ها او سریه بی عردی او چوین و او دوی گابی و او بیت حمید کرین سه صنف. صنف ایکی صنف مؤمن تقوى أبيش خد تعالى الطرس صنف دوي صنف كافر جاحات أبي أدبيش متشمنات نب خده هيا ونب كاسي هيا صنف سيه أبي صنف منافقة أبي تنابين هر دو كادا خاتلا ويجد جارا تهت آل مروفيت مؤمن و تقوى جارا جد شد آل مروفيت كافر و بدين و بعقيدة و ببيرو باوري يا رب العالمين جل جلاله دس بك في موضوع دسكت بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أف قرآنها أف كتابها تشكت دانينا كلام خد تعالى ناش دف رب العالمين يا جل جلاله وهدايته بو مروف التقوى زناكش زنايت أفيد كفري تتود بيجت از قرآن پیروز خوينم داكو او تشت دجي اك تدا از در بخم و دينم بلچاوه بسلمان او بجمع اف كتابه نيا خوديا و نجد اف خوديا او دست کرده و چه کريا بلی وكی في آياتات خوينت ذالك الكتاب لا ريب فيه حتى ويريتت و تفسيره في آياتات خوينت بلی خودته و بيجت والله هكذا نه كلام خود تعالى بيه نینا مروفا که سر یا عرده هندش خواه پیوی بد هنده باوری بخواه بد بیشت اف کتابا ازش نیکا نویسم ازش نیکا بیجم چه شکتی دانینا معنا او گوتنا خود تعالی نه هر جهدا تسلیم آیتا تسلیم قرآن پیروز بد و اعلان ایمان و اسلام خواد کتن بجا قرآن بیشت ما اف کتاب هدایتا بو که بو مروف تقوی اف صنف عولي اف صنف في قرآن بغريداي اف صنف حلال وحرام في قرآن بجد إنن حلال تخون حرام خجد كرن افت امر نهي في قرآن بكت إنن امر تخد تعالى بكن نهي تخد تعالى ناكن اف صنفها اف صنف اوا او خد تعالى جل جلاله فياي او دو ماهين كاوي دي فايداك دی دو ماهین که که باش هبد بحشتا برین فی دوسا بلندی جهوی بد و رب العالمین جل جلاله بحثی صفت ادوان مروفات که تود بیجد الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة اف هر دو صفتا صفت ایکی و دوینا بوان نوعیت مروفا که مروفی تقوایا او خودش خود ترسا او رب العالمین جل جلاله جه رازی و رب العالمین دی خوشی و نعمت دنیا و آخرت هر دوکا دته جا صنف صفت اولی الذین یؤمنون بالغیبی اوی به غیبی ایمان بخود تعالات اینن آنکو ما خود ندیتیا ما باوریا بخود هایی ما پیغمبر توی ندیتنا ما باوریا بی هایی ما ملیکن ندیتنا ما باوریا بی هایی خیر و شر خواه ما ندیتنا ما باوریا بی هایی
عذاب قبري معنا ديتي او نعمات قبري معنا ديتي او او تشتدي القيامات تشي بن حشر ونشر وصحف او تشتيتها وميزان وصيرات ابا حميم معنا ديتنا ما بواريا بهاي بحشت جهنم معنا ديتنا ما بواريا بهاي. او يؤمنون بالغيب ايمانه أبا غيبت إن يعني أو تشتي ناديتي بس خد تعالى بوجودي أبا دي هبت أبا دي تشيبت باوريا بهي ويقيمون الصلاة أو مروفين نبي جاجت كن أها أباجي صفة دوية بواصف وان مروفا أو مروفين متقي أو مروفيش خد تعالى طرس أو مروفين قدي رب العالمين جل جلاله خشي نعمات الدنيا وآخرتها هل دوكا أبا رزقي واناك صفتي دي والذين يؤمنون ومما رزقناهم ينفقون او رزق ما دايوانا او شوي رزق النافقين انتريك اخد تعالى دا و او رزق ما دايوانا انكو زكاة مال خد خيرا وصداقا اتكن انتريك اخد تعالى دا صفتي دي والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك اويت ايمان وباوريت ان انبويت اشتهاتي خواري سرتا و اوهاتي خواري سر پیغمبرت بريكاتا جي ها ایمان پویجد اینن یا هاتی خوار سر پیغمبر ما و قرآن ها پیروزه یا هاتی خوار سر پیغمبرت بری پیغمبر ما و کی تورات و کی زبور و کی انجیل و کی صحفت ابراهیم و موسی و کی غیری وانا هر تشتک اجده خود تعالی بو پیغمبرت که هاتی ما و کم رویت مؤمن ما باوریا پیهی و اف مرویت متقی باوریا پیهی کچا باوری با قرآن هیا و سا باوری با انجیل و تورات و زبوري وكتب الديجي وصحف الديجي وهي وبالآخرة هم يوقنون وان بآخرات جي يقين هيك وآخرات ديئت آخرات انكو بحشت جهنم انكو حشر ونشر صحف وكتاب دانا كتابا انكو صيرات انكو قبر افجي ديئت وباوريا بهاي امرو فت اف صفات تهلي بن اف صفات ما بيقا بيقوتين دي چلي دوماين كوان أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أبا أون إساهريك هدايات اشطرف خدايا خبا وأبا أون إدي فايداكن أف عملي وان إدنيا بلاشي ناتشو بوشي ناتشو بخا فايدا جيكر ودي أف مروفتها فايدا جيانا خاكن أتمرنا خدا أنكو تقابري دا وتقيامتي دا وتبحشتي دا دي فايدا شوي عمليكن شوي كرياريكن شوي شوليكن أبي أوانا الدنيا دا كري أبا صنف إيكيش وان صنفا أو يدخل تعالى جل جلاله القرآن بيروز دا دس بيكا قرآن دا بما بحث كري يا ربي خداي ما تمش بي صنفي حسابك چونك بتني أف صنفا يأي فايدة بك الصنفي دي فايدة ناكنو هيچ منفعاتي شخوانا بينن بل كي بالعكس دي الضرر وزياني شخوا بينن دي إن صنفي دوي أو يدخل تعالى بحثت كت إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون او مروفيت كافر يا محمد تو انزار بديوانا بوان بيجي بوان نبيجي او ايمان ناين مامي پیغمبري ابو طالب پیغمبر عمري 12 سالي بي ادقال پیغمبر ادقال خبر دا بود شامي بو تجارت و معاملت دا كو پیغمبر فيري كرين و فروتن و سفرا و جهاب بد و پشتی اینجا جا هست که چه عده بچتی پیغمبر گلوی بد دمیتی دف بحیرای اتریکا شامی دا بحیرا واند کت مهبان تخوا ات بیجت راه بکی فالله ها بی ات بیجتی اوی ها دی بد پیغمبر اوی نبا شامی جوی دیوی کجن هک اوی ببینن وی ناس بکن دیوی ناس کن دیوی کجن اوی پیغمبر مهرا پیغمبراتی اول ناملت پیغمبری صلی الله علیه وسلم نشا ابو طالبی ده بشتی 28 ساله او چاب ابو طالب یا اوید کوره او مهرا پیغمبراتی عوادیتی پیغمبرت بد پیغمبر و هر ایمان و باوری بیناینت و چند سالا جیل دفت میند سی ده سالا جیل پیغمبراتی داد دف مام خود میند هر اف مامه ها ایمان بیناینت و گلک گلک پیغمبر مرقدار بی ایمان بیند مامه بی لوا خود تعالی جل جلاله بیجد إن الذين كفروا سواء عليهم أبد كافر وكيك الدفوانا أأنذرتهم أم لم تنذرهم تنذر بديوانا بيجي بحش جهنم هاي هنا دي صوجن عذاب قبري هاي دي عذاب جهتها وقيامتها هاي وقيامت بينجي هزار صال رجع قيامتها أبد فايدي وناكل
لا يؤمنون أو بورينا بوشي ختم الله على قلوبهم على سمعهم على أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ولهم عذاب عظيم. خذ تعالى مهرا كفري والد ليبانا داي بشتي أوانا اختياريا كفري كري حاشا أن خلتنا جهن كس خلتنا جهت كو خد تعالى جل جلاله كفر برزق بانا كرب النخي أوانا اختياريا كفري كر و في خود رب العالمين إيش پیغمبر بوه ناتن و كتاب بوه ناتن هنديوان پیغمبر بو گوت و هنديوان كتاب بو بيان و اشكراج كر أوانا باوري نينا لا خد تعالى جي اف مهرا كفر الدليوانا دا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة السر جابتوانا وسر جهتوانا بردوتين نقولت بنو ندبين ولهم عذاب عظيم بوانا عذابك جل جل كفجانو يا مازن واهي أبا صنفي دوي أف صنفي كوخ رب العالمين جل جلاله القرآن بيروز دا بو ما بحثتك صنفي ايكي ما قو صنفي مؤمني تقوى صنفي دوي صنف كو كافر جاحدا أبيت هيج باوري بخد تعالى نيناي و باوري پیغمبر و كتابة خد تعالى نيناي باوري اب آخرت و رجا قيامتي جي نيناي دين صنف سيه اف صنف كو خد تعالى بتر بحثي وانات كت ابان هبدو صنف دي رب العالمين جل جلاله اتحف آياتا دا آياتك شواناش آيات متشابهك وألف لاميمة كو آياتك تقريبا أمشين بيجين شو معنا بونينا ما عنده حرفا إعجاز قرآننا بلي أفيدي ومن الناس أفيدي أفحفتتها بحسي دو صنفاك صنف مؤمن التقوى صنف كافر جاحت هبادي رب العالمين جل جلاله تسيزد آياتا دا بحسي هافان مروف دي أبيت منافق وبيدينت منافق أبيت إسلام جاهشتين إسلام جاهشتين وباوريش جارا إناي وبشتهن جدي سال كفر زفرين با وبلا خداي كفر با يانجي صنفاكي دي هاي جوانا باوري أب خده هاي وبيغمبري هاي وبرجا قيامته هاي وبخير وشر هاي أركان إيمان وأركان إسلام حميل دف پيدا بينا بل پیغمبر صلى الله عليه وسلم هندك صفات جوتين أو صفات هيل دبانا لو ما ناوي بين لو ما يبين الصنف سيء كش صنف منافقا جري عولي كا قرآن الدرها قبانا دا شد بيجت ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ويتينش إنسانا بيجن ما بوريا هيب خدي رجا قيامته بل أو نخدان بورينا بوشي نخدان بورينا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون الدفع والنقوى أو بيجن حاشا عمي حلال خد تعالى تكين أشكرا كرنا إيمان وبواري أخوى وفشاتنا وكفر ونفاق أخوى بل وامي بامي لهبي حاشا الخد تكين وامي لهبي المروفيت مؤمنة تكين رب العالمين جل جلاله جابوانا بيجت وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون أفانا أو اللي هبل كسيناكن ابتني اللي هبل نفسه خاتكن أفحي لو حوالت أوتكن ضرر الزيانة وان يا كم جار بو نفسه وان أنا جارا إيكي وجارا دو ماهين كي جي هرب نفسه وان أنا ضرر الزيانة وان بوان أنا وهك أرهن دا قوه خابد نيجي بوان أنا جي بس بهرا بتر بوانا بخويا ورب العالمين صفاتك دي شيت بوانا بيجت في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الدليفانا دا نساخية نفاق وهي وخد تعالى جفي نساخية هل وانا زيدات كت جبر چي جبر او درابت وانا الدنيا دات كرن ظاهرت قد ام مؤمنين وباطني وانا كفر بي وافملو بيتها رب العالمين جل جلاله صفتك دي وانا بيجت وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون هكذا نصيحات لهات كريني وقوتي فساد وبلبلت عرددانك دي بيجن أمر مصلحين
کشمه چیتر و کشمه باشتر نینه گلمت حکارم بو نفسا خواه افا صفته که گلک خرابه گلی بینه را ویت املی تشار بین امچو جا خوابی صفته ها ناف ندین لوا خود تعالیت بیجت الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بله اون او خانه مروفت فساد مروفت شریدرکتی مروفت پیج بیا بله او خانه حسن و اوان آگهش خانینه صفت اکدی رب العالمین جل جلاله ایوانات بیجت دی سبه که هندکا نصیحه لیکر و گوتی و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون هكذا نصيحت لي كات كرني وقلت ايمان بينن وكي خدان ايمان ايمان ايناي وكي خلقي ايمان ايناي او بيجن مروفت مؤمن وكي مروفت سفي هو عقل كي نزان حسابت كن بيشت امين باوري بينن وكي خلقي نزان وخشين باوري ايناي رب العالمين جاباندت بيجت هن بخمر وسفي هو نزان وخشيمن بل هن نزانن صفات وانا اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون هكذا شو داف مروفت مؤمن دي بيشت ام ايمان داري نما باوريا هاي هكذا شو داف شيطان وهبال ومظنة ودوست ودوست واحباب اتخوا ابيت كفري دي بيجني امد قال ودانين امد شين داف بسلمانا بس داف بخيار يابانا بكي خود تعالى جابوند بيشت الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون رب العالمين دي جزاي ياري بيكرنا واندت وانا ودي وانا في دنيا دا هيل المتحير دنا بين كفر ايمان دا نتشن سر كفر وبن كافر وبمناتي نتن جال خو اهل ايمان وايمان بينن وباوري بينن وداخل اسلامك درست ببن اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى أبا أو كاسم خود تعالى بجد أو ضلالات كريب هدايته أنكو كفر ونفاق كريب إيمانه باوري نيناي بلكي نفاق الدليوان دا جي خاكرتي فما ربحت تجارتهم خود تعالى بجد أو فايدنا كانت تجارة خطا خدا أو تجارتهم تجارتك خسارته وما كانوا مهتدين أو نسرك هدايته أو ركا خود تعالى پیغمبر و انبیاء خواه به لاده رب العالمین ویلی دو ضربی مثلا بو بانات بیجد ضربی مثلا بو خلکی چیانه او خلکی چیاته بگهن اوید کل دول و نهال و چیات جین ایدی جی بو خلکی صحرا یا بری و برستانی او عرده رازگهی رب العالمین بیش مثل هم که مثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنور ما تركهم في الظلمات لا يبصرون مثلا بان منافقا وكي مثلا مرو بكي الكيا كي بيت سر صار ما بيت مجو موران بيت وهربا بيت وصار بيت ابيها اوغر الجل هبت رابط بخاغر كي هلكت بشتي اوغر خهل كري خدايه هشت تازه گرم نبيا خود تعالى امر كي با كي بكت اوغري طامرين داري هر كي بعد كي بيت هربا بيت چو اوغري بو يلوير نه هلت كچا ابي فيدش اوغر خناكر مروف منافق خصا فایدهش ایمان و باوریا خواه ناکده ایدیج رب العالمین بیشت و یانجی وکی مثلاوی وکی مثلاوان مروفانه او مروف صحرا اکی بد و جلوی صحرا وی دشتا راست وی بریستانه ریکلی هند آبه بد نزان دیکی وچ نزان از سری کیه خواری کیه روش حلات کیه روش آبا کیه نزانت ولی هندا بیا و بر پیت خواه جینا بیند و کی بریسی ود دید هینگ بر پیت خواهد بیند بلی پا روناهی ها بریسی گل چو ایدی اوی ها بر پیت خواه نابیند و کی نبیند که روناهی ها بریسی چه فیده لوی کر ها ایمان و باوریاوی هند فیده دلوی کر أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين بجاء أمر بها كتوى فايدة شوي بريسية رنايا بريسية ناكر ريكا خوابي ببينت بجهة مراد ومقصد خوا
ها اف مروف منافق جي هو سا فايدهش ايمان و بيرو بارد خناك اوا صنفاكي منافقانا صنفاكي دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بحث ايوانت كت بشت آية المنافق ثلاثة اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وفي رواية اذا خاصم فجر صفات المنافق ابنا هكر اخف دراوات كت عدتي ويا نه حیات خوشیان خو جاره که دراوات کرد سال جاره که دراوات کرد دراوکیت کرد ش مجبوری دراوید کرد بودش تک نخی طبیعتی وی هم دراوا و اگر وعد اخلاف هک وعده دایی کی وی وعده بجه ناینت و اگر تو می نخانه هک یکی باوری بین خیانت و غدری لید کرد و روایت دیده و اگر خاص مفجر و هکر جدل و چیفا کشکانه گل خلکه کرد جهداد کفریه کرد هکر بحث خلکی کرد خلکی کفر دیند خاطن مؤمنت بیند اوی خلکی دی همه کافرت بیند را صفت اکی گله گله که خرابه گله گله که خلطه چکه هکر اف خلکی ها کافر نبد هینگی او دی کافر بد هیوی خواز اینش خدای مزون و دلوان مش صنف ایکی وش صنف مؤمنت تقوی حساب بکت ملگل بینرد ما و رب العالمین مشهد و صفت دی باقش بكت بجيم بكت وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.